السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتي. أرجو أن تفعلوا زر الاشتراك والتنبيهات ليصلكم الجديد. بإذن الله ندخل الآن مباشرة إلى الشرح. بداية لابد أن يكون معنا حساب بريد جيميل ضروري، يعني وأكثر الأشخاص يعني معهم. بداية قبل الدخول إلى موقع الآي ماركتينج ضروري يكون معاك حساب باير أو بيرفكت ماني أو محفظة إلكترونية بيتكوين وأي شيء من العملات هذا. بداية سيتم شرح موقع الباير. طبعا الباير موقع بسيط جدا، نضغط كرييت أكاونت، الإيميل، سوينا إيميل جديد، نضغط هنا لصق كرييت اكاونت كود، ما بيجي لك كود على الايميل، نسوي هذا الكود وتحطه هنا لصق، نسوي كرييت اكاونت، بعدين تكمل باقي الخطوات. الباسورد طبعا تسوي باسورد، اي باسورد، كلمة السر ضروري تكون فيها احرف كابيتال وسمول، نسوي مثلا كابيتال سمول 1 2 3 4 5 6، كابيتال سمول 1 2 3 4 5 6، تكتب اسمك سعيد خمش، نسوي last name، نسوي last name. الكنتري في بعض الدول غير مدعومة، اليمن مش موجود هنا بالنسبة للأشخاص اللي من اليمن مش موجودة. بإمكانك تستخدم السعودية، سوي دان، الآن كذا حساب جاهز لاستقبال الأموال. تفعل البريد فقط عبر ال، تفعل الحساب عبر البريد هذا، سوي تسجيل الدخول، الآن حسابك جاهز. بعدين إذا أردت تضيف مستندات بإمكانك تضيفها، تسوي من هنا بالفيريفيكاش الفيريفيكيشن، الآن هذا حساب الباير جاهز. هذا هو رقم الحساب. الآن نأتي إلى بنك البرفكت ماني، هذا بنك البرفكت ماني، نسوي ساين اب، تسجيل، تسوي تسجيل، اسم الحساب، المدينة، حسب المدينة اللي انت موجود فيها، اليمن، بريد الكتروني، حساب بيزنس او بيرسونال، سوي بيزنس مش مشكلة، سوي كم السر، بعدين تدخل الرقم هذا اللي في الصورة 11 7 0 8 7 2، سوي انا اوافق على الشروط، يجب أن تحتوي على حرف 4، نفس الفكرة، تسوي
كابيتال سمول، بعدين نسوي رقم كابيتال سمول، بعدين تدخل الرقم هذا 4135 0، تضغط على موافق تسجل ويلكم، تسوي له حفظ او مطلع. الان معاك حساب بيرفكت ماني، تسوي الدخول. هذا هو رقم العضو، تسوي هذا رقم العضو عند الدخول للحساب البرفكت، تحط هنا رقم العضو مش الايميل، تحط رقم العضو وكلمة المرور، كلمة المرور حقنا هذا الكابيتال والسمول، ثلاثة ستة صفر. هذا حساب البرفكت ماني جاهز الآن، وهذا هو رقم الحساب اللي أوله يو، حساب الدولار اليو اس دي. بعدين الآن نذهب إلى موقع الآي ماركتينج للتسجيل في موقع الآي ماركتينج. هذا موقع الآي ماركتينج، طبعا الآي ماركتينج إذا حولت تسجيل مباشرة ما ينفع، ضروري تكون عندك رابط إحالة أي شخص اللي يدعيك للشركة. تضغط هذا، تسوي إنشاء حساب، طبعا تسجيل الحساب بسيط جدا، نختصر الموضوع، بسجل الدخول بحسابي. في مشكلة بتواجهك بس في كلمة المرور، حاول ان تخليها ارقام واحرف ورموز وكابيتال وسمول، يعني كامل تسوي كابيتال وسمول واحرف ورموز، يعني كل بحيث انه يقبل كلمة المرور. نسوي الان تسجيل الدخول للموقع الاي ماركتينج، ننتظر لحظة. طبعا تسوي البنوك هذه الباير بالبرفكت، بعدين تشحنها عن طريق وسطاء ماليين، بتلاقوها في صندوق الوصف كلها حسب البلد حقه. تشحن هذا الباير او البرفكت، تشحن عبر الوسيط، بعدين تروح لاي ماركتينج اذا اردت يعني الدخول مباشرة بالمبلغ، ما تريد يعني تفعيل الهدية، تروح هنا التعبية، تضغط على التعبية، تحدد المبلغ كم الموجود في البنك الباير حقك، وكمان يعني تحاول انك يكون مبلغ زيادة بحيث انه ياخذ العمولة حقه، او في الايداع تنقص المبلغ، يعني معاك مثلا 100 دولار في الباير، ما تكتب 100 دولار لانه ما بيقبل، ضروري مثلا تسوي 99، تسوي له دفع عبر بنك الباير عندك موجود، سوي دفع، يحولك فين؟ لبنك الباير. شوف 99، سوي باير وتحدد العملة، تضغط عليه هنا يجيك تحدد USD، شوفها كم عملة 99.95، سوي كونفيرم على طول بيجيك الإيداع في الروبوت. تنتظر 3 أيام 4 أيام إلى أن يتم تفعيل الروبوت، وكذلك البرفكت ماني. برفكت ماني إذا أردت الإيداع عن طريق البرفكت ماني، تضغط تكتب المبلغ 100 دولار، تحدد البرفكت ماني هذا، تسوي دفع، تسوي دفع وتختار الخيار الأول، تسوي ميك بايمنت، بيدخلك لحسابك البرفكت، يتم استقطاع المبلغ الموجود، ضروري يكون يعني المبلغ موجود أزيد من الإيداع، بحيث أنه لو معاك مثلا 100 وكتبت في الإيداع 100 ما بيرفض، ضروري يكون عمولة، يعني تسوي 99 بحيث أنه يأخذ العمولة حقه من البنك حقك. بعد ذلك بإمكانك أيضا إذا كان معاك معاك رصيد في الكاش باك،
طبعا أنا معي هذا الرصيد في الكاش باك، بإمكاني أن أستخدمه في التعبئة. شوف إذا معي رصيد باك الكاش باك استخدام استرداد النقود، يعني هذا 537 دولار بإمكاني استخدمها، وبإمكانك أنك تحولها لحسابك الباير أو البرفكت أو البيتكوين اللي تريد. يعني أنا معي هذا الآن الكاش باك اللي هو جاهز يعني للسحب. طبعا أنا ما بسحبه، بسوي رصيد الإعلانات صفر زي ما تشوفون، رصيد الإعلانات صفر. الآن بنشحن من استرداد النقود للروبوت هذا اللي رصيد الإعلانات، تسوي كده استرداد النقود استخدام، طبعا ما بنستخدمها كلها، مثلا بنشل 530 دولار، 530 دولار، تسوي دفع. هذا إثبات السحب عندكم. وإذا ما حاب أنك تسحبها إلى حسابك الإلكتروني أو بنك إلكتروني، تسوي الباير أو بيرفكت وتودعها في حسابك. الآن بنسوي دفع، اكتمل التجديد. جانا رصيد الإعلانات فوق هنا 530، وهنا متبقي 7 دولار. نسوي تحديث حتى نتأكد. عندنا رصيد الإعلانات 530. أحيانا نسوي بونس، يعني هذا 500 يكون تدفع من الكاش، أعطيك 10% منها. أنا الآن سددت البونص، طبعا مش موجود. خلاص الآن هذا رصيد الإعلانات. بالنسبة للكود، كود الهدية عندك، أنت تروح لاسترداد النقدي يطلع لك هنا الكود هدية مجانية، تنسخ هذا الكود، هذا هو الهدية المجانية اللي بيعطيك اياها الموقع، عبارة عن قرض. اذا تشوف حاب تشوف المبيعات، تدخل المبيعات، تشوف هنا المبيعات، هذا المبيعات حقك، وهذا الكاش باك استرداد النقود الخاص بك، وهنا مدة متى بتستلم هذه العمولة بعد كم، وهنا تشوف استرداد النقود، الميزانية، الاعلان، الربح اليومي حقك، نقل يعني معك فلوس بتنقلها من الموقع، تحول هنا، تضغط هنا، تكتب المبلغ مثلا 100، تسوي تابع، تحدد، بتنقلها لأي بنك، بيرفكت، الباير، يعني بتحولها لرصيدك خلاص، تكتب بيانات الدفع حقك، وهنا بتشوف الأشخاص. ربحت من 24 شخص، في 5 منهم مبيعات ربحت منهم 39 دولار. الآن مثلا تبغى تدعي أحد في الشركة، تروح هذا الموقع اللي هو الاي ام بي التابع للنتورك، أو النتورك تابع، هذا هو الاي ام بي نتورك، لكي ناخذ رابط الإحالة وننشره بين الأصحاب. نفس الحساب الاي ماركتنج، نفس تسجيل الدخول. نروح للانفايت، تنسخ هذا الرابط الاول وتنشره بين اصحابك. هذا رابط الاحاله الموجود في الام بي نتورك. البارتنر تبغى تشوف الاعضاء عندك، انا موجودين، هذول الاعضاء اللي يشتركون عن طريقك تلاقيهم في المكان هذا. وهنا بتلاقي رصيدك في هذا الموقع، طبعا اللي تحصله هناك بتلاقيه هنا موجود. 5% تجي على الان بي نتورك، و5% تجي على الاي ماركتينج. يعني اي شخص يدفع مثلا 1000 دولار بتجي لك 50 دولار في الاي ماركتينج، و50 دولار بتجي لك هنا على شكل في هذا المكان 15 دولار. طبعا تجي بعد اسبوع، مش الاي ماركتينج تجي لك على طول، في الان بي يعني تظهر هنا بعد اسبوع. هذا هو الموقع باختصار شديد للي حابين يدخلون المجال. طبعا رابط الإحالة بيكون موجود تحت للتسجيل، وكود الهدية أيضا. أتمنى أن تشتركوا بالقناة ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.